أحسن الله إليك. رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة 10 أيام، وهل يقضي هذه الأيام؟ نعم، إذا أغمي على الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه. نعم، يعزمه قضاء الشهر كله. نعم، لأن هذا ليس كالجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازمه القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء.